جهاز تحقيم ضد فيروس كورونا، جهاز إلكتروني. هذا الجهاز يتكون من غرفتين، الغرفة الأولى هي غرفة الفحص بالموجات تحت المرئية، تفحص درجة حرارتك. إذا كانت درجة حرارتك سالمة فراح يفتح لك الغرفة الثانية اللي هي غرفة التعقيم، بس إذا كانت درجة حرارتك أعلى من المستوى الطبيعي ولا سمح الله كان فيك فيروس كورونا، الجهاز راح يطلق إنذار، وبنفس الوقت راح يرسل رسالة إلى سيارة أبو الإسعاف إنه أكو حالة مشتبه بها. هذا الجهاز طبعا من الإبداعات مال الثوار، ودليل انه هاي الثورة ثورة وعي. ان شاء الله باشر يكمل ورايكم شغله باشر بعد ما يكمل. وعشت تيد البطل هنا اخويا اللي اشتغل محمد عبد الكريم من جامعة التكنولوجية، اللي اشتغل هذا الجهاز يوصل صورة واضحة على الوعي للمتظاهرين وشون دي يحاربون هذا الفيروس.